بين عبقرية بيب جوارديولا وإبداع يورجن كلوب وإخفاق إيمري وتحفظ جوزيه مورينيو، نبدأ أول حلقاتنا في هب مدربين. في برنامجنا هب مدربين هنيجي نكلمكم عن نجاحات وإخفاقات ونتائج الفرق في الدوري الإنجليزي. بداية هنتكلم عن الجولة الأولى في البريمير ليج. المباراة معانا النهاردة برنامجنا هي أول مباراة في الدوري الإنجليزي، كانت ما بين ليستر سيتي ومانشستر يونايتد. ليستر سيتي بقيادة كلود بويل ومانشستر يونايتد بقيادة جوزيه مورينيو. المباراة طلعت متوسطة المستوى، مش من المباراة اللي احنا كنا بننتظرها. مانشستر يونايتد بطبيعة الحال من السنة اللي فاتت بقيادة جوزيه مورينيو بيلعبوا الكرة التحفظية، ما بيلعبوش الكرة الهجومية، بيعتمدوا على تأمين نص الملعب وتأمين الدفاع وعلى الهجمات المرتدة، على سرعات لوكاكو، على سرعات سانشيز، على سرعات بول بوجبا. جوزيه مورينيو ما بيلعبش الكرة الجميلة، بيلعب الكرة التحفظية، عايز يجيب الثلاثة بونت، مش همه انه يلعب كرة حلوة كرة وحشة، بس اهم حاجة بالنسبة له انه ياخد الثلاثة بونت. ليستر سيتي بقيادة كلود بويل بيلعب قدام الفرق الكبيرة على الهجمات المرتدة. الاستحواذ زي ما قلنا متقارب ما بين ليستر سيتي وما بين مانشستر يونايتد. ليستر سيتي تفوق ب 54%، مانشستر يونايتد ب 46%. الماتش كان متوسط المستوى، عدم الدفع بجيمي فاردي من بداية اللقاء لرجوعه من كاس العالم، وكان انه كان ما نزلش التدريبات غير في وقت متاخر من رجوعه من كاس العالم مع فرقته ليستر سيتي، اثر على المباراه. جيمي فاردي احرز الهدف الوحيد لليستر سيتي، بول بوجبا ولوكشو هم اللي احرزوا الهدفين. مانشستر يونايتد قدرت تاخد اول 3 نقاط بقياده جوزيه مورينيو، اللي قلنا ان جوزيه مورينيو حول مانشستر يونايتد من فرقه تلعب كوره جميله ايام السير لفرقه بتلعب كوره دفاعيه، وده اللي باين لينا من ان مستوى سانشيز مش كويس، ما بنعتمدش عليه في الفانتازي، وما بنرشحش اي حد من مانشستر في الهجوم في الفانتازي غير ممكن نتكلم في نص الملعب او الدفاع. نص الملعب بوجبا ممكن يعمل اجوال او يجيب اجوال، وطبعا الدفاع وحارس المرمى عشان الكلين شيت. المباراه معانا النهارده ما بين توتنهام ونيوكاسل، توتنهام بقياده بوشيتينيو، نيوكاسل بقياده رافائيل بينيتيز. المباراه خرجت 2-1 لتوتنهام. توتنهام كان مسيطر على اغلب فترات المباراه، استحواذ 60-40، تسديدات على المرمى حدث ولا حرج 15-12. التسديدات على المرمى 5 لتوتنهام و2 لنيوكاسل، 5 جه منهم هدفين لتوتنهام وهدف لنيوكاسل. احرز اهداف ديليالي وفورتونخيل، واحرز هدف خوسيلو لنيوكاسل. المباراه كانت متوسطه المستوى، لسه بدايه موسم. بوشيتينيو بيعتمد على نفس التركيبه، لعب بكين ولعب بديليالي ولعب بإريكسن، لعب سون صاب وطلع. نيوكاسل برضو بيثبت تشكيلته رافائيل بينيتيز. المباراه ما كانتش فيها المتعه اللي احنا منتظرينها من توتنهام. نيوكاسل عملت مباراه في قدر الامكان كويسه، لكن خبره ولاعيبه واسماء توتنهام قدرت تحسم اللقاء بفوزها 2-1. المباراه معانا النهارده هي مباراه برايتون واتفورد. على غير المتوقع ان برايتون الموسم اللي فات كان عامل موسم كويس، ومش هنقدر نقول موسم استثنائي، بس هنقدر نقول ان برايتون بتلعب كره حلوه السنه اللي فاتت. على غير المعتاد السنه دي بدا برايتون باداء متذبذب، اداء سيء، اتهزمت 2-0 من واتفورد. وعلى العكس برضو واتفورد كانت ناهيه الموسم بشكل مش جيد، لكن واتفورد قدر يفوز على برايتون 2-0، تالق في المباراه بريرا وهولي بس. فازوا 2-0 زي ما قلنا على برايتون. برايتون بجروس ما قدروش يعملوا المنتظر منهم في بدايه الموسم، لكن على العكس واتفورد عملت مباراه رائعه، وقدروا يخطفوا الثلاثه بونت، وفوز مستحق من واتفورد. بيريرا كان نجم المباراه، قدر يسعد بفريقه وياخد الثلاثه بونت اللي هو كان عايزه.
مباراة معانا النهارده هي كارديف سيتي وبورسموث. زي ما كنا متوقعين ان كنا بنناشد لاعبي الفانتازيا انهم يختاروا من دفاع بورسموث او حارس مرمى بورسموث، لان كارديف لسه طالعه من الدرجه الادنى. بورسموث في الدوري معاها مدرب مستقرين، عارفين في فرق بين الدرجه الثانيه في الدوري الانجليزي والدرجه الاولى الممتاز. طبعا كنا متوقعين فوز بورسموث، وده اللي قدر يترجمه بورسموث، وفازوا 2-0. الاستحواذ كان لبورموس بنسبه عاليه 63% ل 37% لكارديف، قدر يجمع الثلاث نقاط ويحصل الثلاث نقاط بورسموث. هنشوف كارديف سيتي هيعمل ايه في الادوار الجايه في المباريات القادمه، هنشوف مستواهم هيبقى عامل ازاي، هتهبط تاني ولا هتزيد وهتقدر تكمل في الدوري. مباراه معانا في الاسبوع الاول كانت بين كريستال بالاس وفولهام. كريستال بالاس قدرت تحصد الثلاث نقاط، فازت 2-0 على فولهام. فولهام لسه صاعده، طبعا الاجواء غير الاجواء تحت، هنا نكره وهنا نكره تانية. كريستال بالاس بقياده زها قدر يحصد الثلاث نقاط، زها احرز هدف وتالق في المباراه، وبيساكا تالق في المباراه، وفان انهولت تالق في المباراه. دفاع كريستال بالاس قدر انه يطلع بالكلين شيت. فولهام هنشوف، فولهام من الفرق اللي لسه صاعده، لسه جديده على الدوري. فولهام اتغلبت 2-0، هنشوف هتعمل ايه في المباريات القادمه، هتقدر تكمل ولا هترجع تاني تحت، ده اللي هنشوفه في الاسابيع القادمه. لقاء معانا النهارده هو تشيلسي وهدرسفيلد. تشيلسي وهدرسفيلد التوقعات كلها كانت بتصب في مصلحه تشيلسي بقياده ساري المدير الفني الجديد نادي تشيلسي، والساري كانوا متوقعين ان ساري هيلعب الكره الهجوميه. فعلا ساري امتعنا في ماتش تشيلسي وهدرسفيلد، لعب كره هجوميه، قدر ان يطلع بالمباراه بالثلاث نقاط، واول ثلاث نقاط يحصدها مع الفريق في اول مباراه ليه، وده يحسب له، وبدايه موفقه لتشيلسي وبدايه سيئه لهدرسفيلد. على العكس، هدرسفيلد لعب مباراه سيئه وسيئه جدا. هدرسفيلد مدربها زي ما احنا عارفين كان السنه اللي فاتت كان بيلعب كوره حلوه وقدر يستنى بفرقته، دفاعه كان بقياده لوسيل في حراسه المرمى وزانكا في الدفاع، كانوا عاملين موسم رائع زي ما قلنا، بس لوسيل ما لعبش المباراه، لوسيل كان مصاب. قدر تشيلسي بقياده كانتي احرز هدف، وبيدرو احرز هدف، وجورجينيو احرز هدف، وقدروا يحصلوا على الثلاث نقاط. تشيلسي لعب مباراه رائعه، تألق فيها زي ما قلنا الثلاث اسماء اللي حصلوا الاهداف، وتألق فيها الونسو. هنشوف تشيلسي هتعمل ايه المباراه القادمه، عندها ماتش قوي وقوي جدا مع ارسنال، هنشوف هتنافس ولا مش هتنافس. مباراه معانا في الجوله الاولى كانت بين ايفرتون وولفرهامبتون. ايفرتون بقياده ماركو سيلفا، كنا عارفين انه هيعمل موسم جيد من البدايه، بقيادة ريتشارلسون الوافد الجديد لصفوف ايفرتون، مع وجود والكوت، مع وجود اسامي من الاسامي كويسة. ممكن قلنا فيتوسون موجود في الهجوم، قلنا ان ايفرتون هتعمل موسم، وكنا متوقعين ايفرتون هتفوز بالمباراة وبسهولة، لكن المباراة طلعت التعادل. ولفرهامبتون لعب مباراة رائعة، قدر يرجع من 1-0 1-1 ومن 2-1 ل 2-2. يمكن دي الفرقة الوحيدة اللي جت من الدرجة اللي تحت وطلعت للدوري الانجليزي، وقدرت تعمل مباراة رائعة في أول مباراة ليها في الدوري الانجليزي بقيادة نيفيز. نيفيز من اللعيبة اللي احنا كنا مراهنين عليهم، لاعب مثال للاعب نص الملعب اللي بيعمل اسيست، اللي بيعرف يجيب جوان، فعلا ما خذلناش وجاب جوان وجاب جون وعمل اسيست. وخيمينيز برضو المهاجم عمل مباراة رائعة وجاب هدف. زي ما قلنا ان المباراه كنا بنقول ان المباراه هتبقى سهله على ايفرتون، بس المباراه ما كانتش سهله على ايفرتون، وما كانتش سهله على ماركو سيلفا، وقدر ولفرهامبتون يحصد نقطه من ايفرتون بعد ما كان ايفرتون متقدم 1-0 و2-1، وريتشارلسون عمل مباراه رائعه واتصاب في اخرها وطلع، مش عارفين هيلعب الماتش الجاي، نتمنى ان يكون اصابته خفيفه. احنا كنا متوقعين ريتشارلسون انه هيلعب مباراه رائعه، وهيلعب السنه دي سنة رائعة مع ايفرتون ومع ماركو سيلفا، لان ماركو سيلفا كان ماسكه في واتفورد، كان عامل
منه لعيب ولعيب كويس جدا. ايفرتون قدرت تاخد نقطة وحيدة، يعتبر نقطة مش مرضية لجماهير ايفرتون بس مرضية لجماهير وولفرهامبتون. وولفرهامبتون من عملت ماتش رائع، وهنشوف وولفرهامبتون في الماتش الجاية هتعمل ايه، واتوقع ان وولفرهامبتون هتبقى عاملة زي برايتون الموسم اللي فات. المباراة الثامنة معانا النهاردة مباراة سلبية في كل حاجة، مباراة بيرلي وساوثهامبتون. مباراة سلبية في النتيجة، مباراة سلبية في الأداء، أداء غير متوقع. بيرلي احنا عارفين ان بيرلي بيدافع اساسا ودفاعه كويس، وبننصح الناس انها تشتري من دفاع بيرلي عشان دفاعها قوي، بس المباراة كانت سيئة بالنسبة للناس اللي عايزة تستمتع بالكورة. 0-0 طلعت المباراة، حتى مش 1-1 ولا 2-2، لا 0-0، سلبية في كل حاجة. قدر ياخد ساوثهامبتون نقطة وبيرلي قدر ياخد نقطة. هنشوف المباريات القادمة اللي هيحصل فيها من بيرلي وساوثهامبتون، ومباراة ما كانتش على المستوى اللي كنا منتظرينه، وهنشوف الفرقتين هيعملوا ايه في الجولة القادمة. المباراة التاسعة معانا النهاردة مباراة ليفربول وست هام يونايتد، بقيادة بيليجريني وست هام، وبقيادة يورجن كلوب ليفربول، بقيادة ارنادوفيتش في الهجوم، محمد صلاح في الهجوم، وماني وفيرمينيو. قدر ان ليفربول ان عملت ماتش من ماتشات العالية جدا. يورجن كلوب بدأ خطته بالضغط المبكر على عناصر وست هام في منطقتهم، وقدر يمنعهم من الوصول لمنطقته ويمرروا في نص الملعب براحتهم وانهم يوصلوا الجون الا في كرات قليلة جدا، وقدر ليفربول يفرض سيطرته على المباراة باستحواذ عدى 65% مقابل 35% لفريق وست هام. قدر ليفربول انه يجيب 4 اهداف نظيفة، وقدر يطلع بكلين شيت. احرز الاهداف محمد صلاح، الهدف الاول، الهدف الثاني والثالث، ساديو ماني اللي تألق بشكل لافت للنظر في المباراة دي، ولما نزل ستوريج احرز الهدف الرابع. ليفربول لعب بمباراة رائعة. انا شايف ان يورجن كلوب في استقرار، ده ثالث موسم على التوالي ليورجن كلوب مع ليفربول. قدر انه يعمل سكواد لا باس به، جاب شاكيري، جاب كيتا، جاب فابيانو، معاهم اليسون في حراسه المرمى، عمل توليفه مع محمد صلاح ومع فيرمينيو ومع ماني. كانت مباراه رائعه وبدايه رائعه لليفربول، وبدايه مقنعه لليفربول، ونقدر نقول ان ليفربول هو المنافس الوحيد السنه دي اللي هينافس مانشستر سيتي على بطوله الدوري. زي ما قلنا متوقعين من ليفربول في الاسابيع الجايه، هنشوف ليفربول عايزينها بس قدام الفرق الضعيفه، نشوف هتعمل ايه مع الفرق الضعيفه. كانت نقطه ضعف ليفربول في السنين اللي فاتت، واللي ضيعت منها الدوري السنه اللي فاتت في اغلب الماتشات كانت بتتعادل وتتغلب من الفرق الصغيره. وست هام كانت لعبت مباراه، يعني مباراه سيئه جدا، دفاع وهجوم ونص، كان ممكن تتغلب اكتر من كده لولا حارسها فابيانسكي الحارس القادم من سوانزي. عمل مباراة رائعة وشال أكتر من هدف، وقدر يخرج ب4 أهداف بس. مباراة أخيرة معانا النهاردة في الجولة الأولى وقمة الجولة الأولى ما بين أرسنال ومانشستر سيتي. مانشستر سيتي حل ضيفا على نادي أرسنال في ملعب الإمارات، أرسنال بقيادة مدربها الجديد إمري، و مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا السنة الثالثة على التوالي، اللي بيلعب كورة وكورة هجومية وكورة ممتعة، بيستحوذ، بيعمل كل حاجة في الكورة، بيوصل. إمري زي ما قلنا لسه جديد، أول مباراة ليه مع الأرسنال، بدأ بداية سيئة قدام جماهيره وعلى ملعبه، بس هو معذور برضه، بيلعب المخضرم بيب جوارديولا والعبقري بيب جوارديولا، معاه توليفة مش موجودة في الدوري الإنجليزي، فرقة قوية لا بتتأثر بأول دو ماتش في الدوري ولا في البدايه، لا فرقه بتلقى عارفه هي بتعمل ايه، بيدور ما بين اللعيبه. يعني عندك النهارده دي بروين ما لعبش، عندك ديفيد سيلفا ما لعبش، عندك خيسوس كان قاعد دكه، عندك اوتاميندي ما لعبش، والمباراه لم تتاثر بغياب هؤلاء، بل بالعكس مباراه رائعه جدا. لعب ستيرلينج، لعب برناردو سيلفا، لعب محرز، لعب اجويرو، وقدروا يفوزوا 2-0 بقياده ستيرلينج، قدر يجيب هدف، وبرناردو سيلفا قدر يجيب الهدف الثاني. بيب جوارديولا زي ما بنقول بيقدم مباريات رائعه من موسم لموسم. اتوقع ان مانشستر سيتي هو المرشح الاول لللقب، الا ان كلوب وليفربول هو المنافسين اللي انا شايفهم المنافسين الوحيدين ليه السنه دي. السنه دي ليفربول هو المنافس الوحيد لمانشستر سيتي.
مانشستر سيتي لعبت مباراه ولا اروع، ارسنال اداء ضعيف على ارضها، مختريان مش موجود، اوزيل مش موجود، اوباميانج مش موجود، اغلب اللعيبه مش موجوده بالسلاسه وباللعب البسيط، ومن اين تؤكل الكتف؟ قدر مانشستر سيتي بقياده جوارديولا انهم يحصدوا الثلاث نقاط الاولى واصعب ثلاث نقاط كبدايه لمانشستر سيتي. وهنشوف ان مانشستر سيتي هتعمل ايه في الاسابيع الجايه. مانشستر سيتي من الفرق اللي بتعرف تلعب كوره، وكوره ممتعه جدا بقياده العبقري جوارديولا. اتوقع ان مانشستر سيتي هي المرشح الاول للقب، يليه ليفربول. استنونا في الحلقه الثانيه من حلقتنا والجوله الثانيه في هبد مدربين. ان شاء الله هنجيلكم كل يوم ثلاثة على قناتنا هبد فانتازي. تابعونا. سلام عليكم.